تزن عادة ما بين 7 و15 باوند. أجسامهم لها مناقير كبيرة ومخالب قوية جدا. كذلك للنسور ريش عادة ما يكون بنيا أو أسود أو أبيض، كما أن لديها بصرا جيدا للغاية. هذا يساعدها على أن تصبح صيادة رائعة. تقف الأم الماعز بجانب صغيرها وتدافع عنه بكل قوة لحمايته من مخاطر النسور الجارحة، وقد تنجح في ذلك. لكن النسور من أشرس الطيور الجارحة وأقواها على الإطلاق، فبمجرد انحراف الصغير عن المسار وابتعاده عن الأم ينقض عليه النسر بكل قوة وشراسة، وينجح في اقتناصه والفرار به بعيدا أمام أعين أمهاتهم. ولبعض النسور أجنحة أقصر تساعدهم في البحث في البيئات الضيقة، بينما الأنواع الأخرى من النسور لها أجنحة طويلة تساعدها على الطيران فوق الجداول والأنهار للعثور على فريستها. النسور هي طيور جارحة كبيرة الحجم وذات بناء قوي، لها رؤوس ومناقير ثقيلة. لديهم أجنحة أطول نسبياً وأكثر اتساعاً ورحلة طيران سريعة ومباشرة. معظم النسور أكبر من أي طيور جارحة نظرا لحجمها وقوتها. تم تصنيف العديد من أنواع النسور في أعلى السلسلة الغذائية باعتبارها من الحيوانات المفترسة في عالم الطيور. فعندما تجوع النسور لا تعرف الرحمة. قد تقدم النسور على مهاجمة فرائس كبيرة، وقد تعرض حياتها لأخطار فادحة، ولكنها تأخذ هذه المخاطر على محمل الجد. عالم النسور مليء بالكثير من أنواع النسور، والتي يعتبر أكبرها حجما الطيور الجارحة. لها عيون ثاقبة وخلايا حساسة للضوء أضعاف التي توجد لدى الإنسان. في عالم النسور فإن النسور الذهبية تفضل تناول الفرائس الصغيرة، ومن العجيب أن النسور في جميع أنحاء العالم تعيش كرمز للقوة والحرية والسمو الرفيع. عالم النسور يوجد به أكثر من 60 نوعا مختلفا من النسور، فالنسور تختلف عن كثير من الطيور الجارحة الأخرى من حيث حجمها الكبير وبنيتها الأكثر قوة ورأسها الضخم ومنقارها الحاد. ومعظم الطيور تعتبر أكبر من الطيور الجارحة الأخرى بصرف النظر عن طائر العقاب، إنه أحد الطيور الجارحة الضخمة. تتميز الفهود عن باقي الحيوانات بعدة صفات سلوكية كالسرعة والصوت وغيرها. يعتبر الفهد أسرع عداء بين الثدييات في العالم، تصل سرعته إلى 113 كيلومترا في الساعة. إنه يتسارع بمقدار 72 كيلومترا في الساعة خلال ثانيتين، يقطع خلالهما مسافة 59 مترا. لكن بعد بضعة مئات الأمتار تستنفذ طاقته على التحمل، خاصة عند الجري بأقصى سرعة. ويذكر أنه يمكنه الجري لمدة نصف ساعة عند سرعة تتراوح ما بين 48 و64 كيلومترا في الساعة. باعتبار الفهد من الحيوانات آكلة اللحوم، فهي تتغذى على مجموعة من الحيوانات الصغيرة بما فيها الثدييات متوسطة الحجم. وعلى عكس باقي القطط التي تصطاد في الليل، فالفهد